وفي ساحة التحرير سوق قوامها ضمائر قوم لا تباع ولا تشترى. إن للمرأة الأحوازية دورا بارز في الثورة الأحوازية، وأصبحت تظهر في كل ميادين بمغارعة المحتل الفارسي. أما الآن أيها الأخوة والأخوات، أدعو الماجدة الأحوازية مائدة الناصري لتتكلم عن نيابة عن المرأة الأحوازية، فلتتفضل مشكورة. على قلوبنا جميع إلا وهي ذكرى 27 لتأسيس الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية. هذه الجبهة التي عملت وقدمت كثيرا من أجل الوطن ولن تثنيها مقاعد الاحتلال، إنما تزيد صلابة يوما بعد يوم في مواجهة الاحتلال الفارسي البغيضة. الحضور الكرام، إن كما في المجتمعات والمراكز أحوازية دور فاعلة في الثورة، وأنها شاركت وتشارك جنبا إلى جنب مع الرجل الأحوازي في الميادين النضال، كما أنها تقوم بواجبها الوطني في تربية الحيل يرفع من هموم الشعب ويستمر فيما قدم شهدائنا الأبطال. أيها المناظرون، إنني باسم النساء الأحوازيات الأبيات أرسل بالتهاني والتبركات إلى مرفق قيادة وكوادر الأنصار الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية، على رأسها رفيق الأمين العام صلاح أبو شريف الأحوازي. بهذه المناسبة الميمونة ومن هنا أيضاً أؤكد أن الأمرأة الأحوازية تزيد صلابة وقوة يوم بعد يوم، وتتفجر طاقتها بشكل مثمر خدمة الوطن. عاشت الأحواز الحرية العربية، المجد لأمتنا الأبية، الخلود لشهدائنا الأبطال، الحرية لأسرائنا الميامين، لجنة الأمرأة الأحوازية. 14 من يناير القانون الثاني المؤتمر الذكري 27 لتأسيس جبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية.